بسم الله، بعد ما عملنا ببلش المشروع بتاعنا تمام، اقدر دلوقتي ادخل اشوفه على A360. تيجي هنا تقدر تشوفه، تعمل شير، تقدر تعمل ببلش، تقدر تعمل تشوف الفولدر، تشوف تعمل له داونلود، تعمل ديليت، كل ده من اركاب 360 تمام. طيب لو احنا دوسنا هنا على المشروع هيبدأ بقى يفتح لي المشروع نفسه على المتصفح نفسه بالشكل دوت. تقدر تتحكم في اني اسكان اللي تبقى شغاله، تقدر تشوف ده الابعاد، يعني بيديك امكانيات كويسه جدا من خلال المتصفح recap360.autodesk.com تمام. تقدر تشوف المشروع اهوت تمام، تشوف التول مثلا عايز الاسكان ديت في ادوات هي موجوده، لو انت عايز تشوف حاجه معينه، تدفع حاجه معينه، تغير السايز بتاع المكان السكان. وانا بتحدد لك انت موجود فين بالظبط تمام. احنا كنا حاطين احنا بعض الملحوظات كده لسه موجوده، هتلاقي برضه الدايمنشن موجود، وتقدر برضه هنا تحط اي معلومه انت عايزها او تحط دايمنشن، تحط شويه انوتيشنز لو انت عايز. تقدر تعمل سيرش على اي حاجه انت عاملها تمام، هيجيب لك لو في اي انوتيشن او في اي معلومه انت عايزها، ممكن تتنقل بين المكنه الاسكان بالشكل دوت.